صحيح هدف كانوا باين. ما تنساش صبرنا ميتون الاول معنا ما كناش معناها في لعبنا ميتون الاول الحمد لله ربي تزام ميتون وحكينا بعضنا وجاو الاهداف مش اخر في انتدابات خاطر مشات معنا الكره في الماتش الاول وبعد هيك ولات تمشي ربحنا الديربي انتصار اليوم نستحقوه من نواحي كل صحيح ما تبومي ميتون ما بدناش كيما يلزم مي الحمد لله معناتها كنا حاضرين كيما يلزم في الدوزيام ميتون عرفنا كيفاش نستغلوا الفترات الصعيبه النادي الافريقي عملنا كل شيء زوز اهداف من تيراز عالميه البونتو ودريس المحيرسي كيف معناتها البونتو الاول عملنا براتيكمون مينيموم 30 باس باش سجلنا الهدف فما عديد العوامل الايجابيه لازمنا نبنيو عليهم الناس مش معناتها نقولوا ربحنا الديربي كل شيء وفيه مي لا مقابله عندها الشغف نتاعها عندها معناتها المتعه نتاعها فوزنا باللقاء هذايا سورتو معناتها قدام بيبليك تاع الكليب افريكان ولا انا قلت لك معناتها واحد معناتها اليوم خدم على روحه كما يلزم الانتصار هذا كل معناتها ساهمنا فيه الاولاد الكل بريزيدون ستاف تكنيك ستاف ميديكال نتساو معناتها احسن هديه نهديو سامي هلال اللي ان شاء الله قد ترابي في قريب العشاء نشوفوه معنا ان شاء الله الحمد لله الانتصار انا شخصيا المباراه هذه نستنى فيها من عمنا الحمد لله ليه ما فماش حتى شيء مباراه الاياب الموسم الفارط معناها مباراه بطوله بكل ظروفها ما نجحناش فيها يلزمنا معناها رد الاعتبار ونرجعوا معناها نرجعوا الامور لاطارها ونرجعوا كل واحد معناها برشا حاجات يظهر لي وضحناها باداء اليوم ونتيجه اليوم والله هما مشكورين تصرفوا كيفاش خذوا التذاكر وجاوا في لقطه رائعه جدا بارك الله فيهم الحمد لله معناها جاء هدف حلو مزيان وزاد في الديربي نكهه تاعو باش تكون تحفونا على الاخر الحمد لله معناها نهديو الانتصار هذا لسامي هلال خونا ونقولوا له ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي يوفقك وليلة محمد رسول الله الحمد لله زاد امي وبابا اللي تعبوا معايا نشكرهم برشا ان شاء الله ديما نفرحوا جمهور اسبيرونس وي صحيح الدربي اللي فات معناها ما تشوف كانت القاهره كيفاش ظلمونا برشا الحمد لله اليوم ثبتنا اللي نحن رجال و 18 راجل الحمد لله ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله نحط ساقنا في القاعه ومازال مشوار البطوله طويل مازال ان شاء الله